استجابه للسلطات المحليه، وجينا نلبيو الواجب الوطني باش نغيثوا هاد الناس على حساب الشبكه المائيه والضوء الالكتريسيتي، لانه تم الاتلاف ديالهم بسبب الزلزال والتساقطات ديال الحجاره، مما ادى الى اتلاف كثير من القنوات في الشبكه المائيه والشبكه ديال الالكتريسيتي ديال الضوء. وبكل روح وبكل مواطنه جينا باش نساعدوا هاد الناس هادو. وليديك هي راه مهما اختارت هاد الناس هادو حيت عارفهم كفؤ، وجينا ان شاء الله باش نقادوا هاد الشيء هذا، وربي ييسر لينا وييسر للجميع.